بيني وبين الهوى، والقلب محكمة اليوم نوعدها والحكم بعد غد. وتهمتي في الشوق في البعد مظلمة، بها اعترفت بدمعي قبل خط يدي. يا قاضي العشم والعشاق احكم بوصل يرد الروح في جسدي. يا من تقول ان الحب معصية، الحب اعظم ما يرضى به الله. الحاء منه حياة والباء منه بقاء. ايها الجمع الكريم، مرحبا بكم في مجمع الاحباب. اجتمعنا هنا بدعوة كريمة من الحاج عبد علي حسين بمناسبة حفل زفاف الأستاذ أيمن عبد علي على كريم الحاج محمد يوسف أحمد. ندعو العرسين بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. ومعنا في هذه الليلة الكريمة المباركة علم من علام قراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية، فضيلة الشيخ عبد العزيز حسن. فليتفضل عزيزا موفقا بإذن الله.